شاهدينا عبر الهواء مباشرة، ينضم معي السيد أحمد عزام من عمان، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. مرحبا بك سيد عزام إلى هذه المواكبة. بداية من أسواق الطاقة ومن تصريحات الرئيس الهندي بأن بلاده ستشتري النفط من جميع المصادر التي توفره بأقل من الأسعار الممكنة، هل يعني أن الخام الروسي سيعود للانتعاش، سينعش السوق الهندية، سيؤثر على الأسواق العالمية التي تستهلك منها النفط أو الهند النفط؟ مساء الخير عبد الرحمن، شكرا للاستضافة. نعم، أنت منظر إلى تصريح بالتأكيد يمكن الأخذ بعين الاعتبار بأن الخام الروسي عندما تم تصديره إلى الهند قد استوردت ما يقارب 2.2 مليون برميل يوميا من الخام الروسي. بالتأكيد يعتبر رقم جيد. احتياجات الهند والمخزون النفطي الاستراتيجي بالنسبة للهند لا يزال فارغ لحد الآن، فبكل تأكيد قد تتجه هذه الأرقام للارتفاعات في الفترة الماضية، كما كانت قد أشار هناك وزير الطاقة النفط الهندي في الفترة الماضية. عندما ننظر إلى تبعات تلك الأحداث، نعم هي قد تكون بطريقة إيجابية بالنسبة للنمو الاقتصادي الهندي، خاصة عندما ننظر إلى وضع سيء بالنسبة للاقتصادات العالمية في الفترة الأخيرة. ليس فقط الاقتصاد الهندي كان يتعرض إلى نمو اقتصادي سيء في الفترة الماضية أو سلبي في الفترة الماضية، لا بل اقتصادات العالم بشكل كامل كانت تتعرض إلى بعض الأمور السلبية أو بعض الاتجاهات السلبية بما يخص النمو الاقتصادي العالمي. فبكل تأكيد العودة إلى نفط يعتبر أقل تكلفة سعرية قد يدفع النمو الهندي أو النمو الاقتصادي الهندي إلى بعض الإيجابية في الفترة القادمة من ناحية. من ناحية أخرى، نعم قد يعيد بعض الشيء بعض الإيجابية بالنسبة لي الأسواق النفطية بالنسبة لروسيا، بالرغم أن التكلفة بكل تأكيد التكلفة تعتبر تكلفة قليلة، التكلفة تعتبر رخيصة الثمن بالنسبة للخام الروسي، لكن هي بكل تأكيد عندما تم تعيين السقف السعري بالنسبة للخام الروسي كان بإجماع بالنسبة للاقتصاد الروسي وإجماع بالنسبة للاقتصاديين الروس، فبكل تأكيد قد تعطي دفع إيجابي بالنسبة للخام الروسي من ناحية، ومن ناحية أخرى بالنسبة للنمو الاقتصادي الهندي. وكما قد ذكرت أن الاقتصادات العالمية تعتبر سيئة في الفترة الماضية، فهي قد تعطي دفعة لعجلة الاقتصاد الهندي في الفترة القادمة. طيب إذا ما أردنا نتحدث عن يعني جيروم باول في جاكسون هول مع نهاية الأسبوع الماضي، ما هي إشاراته أو إشارته ودلالته على عمليات الفائدة القادمة؟ نعم عبد الرحمن، على ما أعتقد جاكسون هول وجيروم باول كان قد أشار سابقا بأن إمكانية رفع أسعار الفائدة لمرتين في الشهادة الأخيرة. رفع قد تمت في شهر 7، وهناك رفع أخيرة بالنسبة للفائدة إما في شهر 9 أو في شهر 11 بناء على الأرقام الاقتصادية كما قد ذكر الرئيس الفدرالي الأمريكي في الفترة الأخيرة أو ذكر في تصريحاته الأخيرة. العودة للأرقام الاقتصادية، العودة للبيانات الاقتصادية هي الأهم بالنسبة لجيروم باول بالنسبة للاقتصاد الأمريكي لمعرفة التوجه بالنسبة لسياسة أو دورة تسجيل السياسة النقدية. نعم بكل تأكيد رفع سعر فائدة واحد على طاولة الفدرالي الأمريكي، عندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية بالنسبة لأرقام التضخم الأمريكي سجل ارتفاعات نعم طفيفة من 3% إلى 3.2%، لكن عندما ننظر إلى تكتل الأرقام الاقتصادية في الفترة الأخيرة فهناك بعض المخاوف عبد الرحمن لعودة أرقام التضخم تسجيل ارتفاعات. عندما ننظر على سبيل المثال إلى مؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي الذي ينظر إليه الفدرالي الأمريكي على أنه الرقم المفضل لتتبع الضغوط التضخمية لا يزال عن مستويات مرتفعة جدا بعيدة كل البعد عن مستهدفات الفدرالي الأمريكي. عندما ننظر أيضا إلى أرقام الوظائف الأمريكية تعتبر لحتى الآن ضمن أرقام جيدة، ضمن أرقام مميزة بالنسبة للاقتصاد. عندما ننظر إلى تلك الأرقام الجيدة هي أرقام تكون جيدة والوظائف الأمريكية لكن سلبية على أرقام التضخم والتي قد تسجل ارتفاعات. معدل البطالة عبد الرحمن على سبيل المثال 3.5% بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بناء على المنحنى الاقتصادي منحنى فيليبس، هي لا تزال مخيفة بعض الشيء على أنها إشارة لإمكانية ارتفاع التضخم. فبالتالي عندما ننظر إلى تكتل الأرقام الاقتصادية إمكانية عودة ارتفاعات أرقام التضخم في الفترة القادمة خاصة مع النمو الإيجابي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية
الامريكيه، فهي ارقام تدعو الى بعض الذعر الى الضغوط التضخميه في الفتره القادمه، فبالتالي ضغوط تضخميه موجوده، يعني ان الفدرال الامريكي لا يزال لديه رفع سعر فائده على الاقل واحد بالنسبه لعمليات رفع اسعار الفائده او دوره تجديد السياسه النقديه، فبالتالي نفسيا ارقام اقتصاديا فعلى ما اعتقد رفع وصول السعر النهائي عند 5.5% الى 5.75% هي نهايه دوره تجديد السياسه النقديه بالنسبه للاقتصاد الامريكي. طيب، إلى العلاقات الأمريكية الصينية، هل نرى تقدما في هذه العلاقات على المدى الطويل برأيك؟ نعم عبد الرحمن، عندما ننظر الى القول بالنسبه للاقتصاد الامريكي او بالنسبه للامريكان والصين، نعم القول يوجد لحتى الان حل وسطي بالنسبه للاقتصادات، لكن بالنسبه للفعل نحن بعيدين كل البعد لحتى الان عن اي فعل يدعو الى امكانيه الوصول الى حل وسطي بالنسبه للاقتصاد الامريكي والاقتصاد الصيني. عندما ننظر الى القول، نعم جلسوا الى طاوله واحده، دارت بعض المناقشات بامكانيه الوصول الى حل، لكن عندما ننظر الى الفعل لا يزال هناك الحرب التجاريه متواجده بين الطرفين، وعلى ما اعتقد عبد الرحمن قد لا يكون الوصول الى حل طرفي بين الاقتصادين وارد، خاصه ان التنافس على عرش الاقتصاد بين الولايات المتحده الامريكيه والصين والمخاوف من الاقتصاد الامريكي في الفتره الماضيه وايضا المخاوف على الاقتصاد الصيني في الفتره الاخيره، فعلى ما اعتقد الوصول الى حل بعيد كل البعد على المدى القصير وعلى المدى المتوسط. على المدى الطويل قد ننتظر الى الانتخابات الامريكيه القادمه لعلها تكون انفراجه قادمه بالنسبه لتغيير السياسه، لكن عبد الرحمن على ما اعتقد لا تزال هي بعيده كل البعد حاليا قولا وفعلا حتى الان بالنسبه للوصول الى الحل الطرفي. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان قد أصدر مطلع هذا الشهر أمرا تنفيذيا يخول الخزانة حظر بعض الاستثمارات الأمريكية في الكيانات الصينية في قطاعات مثلا أبرزها أشباه المواصلات، أنظمة الذكاء الاصطناعي. الولايات المتحدة لماذا تقيد استثماراتها التكنولوجية في الصين؟ نعم عبد الرحمن، النفس الاقتصاديه هي بكل تاكيد الرقم واحد بسبب الخلاف الامريكي والصيني. عندما ننظر الى التاريخ دائما بكل تاكيد ننظر الى التاريخ، ننظر الى الحاضر لمحاوله معرفه او توقع المستقبل. عندما ننظر الى الماضي منذ عام 2019 كانت الحرب التجاريه ايضا على التعرفه الجمركيه بما اقرت الولايات المتحده الامريكيه على الصين. الصين ردت بتعرفه جمركيه ايضا على الولايات المتحده الامريكيه. بكل تاكيد الاداره الامريكيه اداره جو بايدن كانت تتجه في الفتره الماضيه على زياده التعرفه الجمركيه خاصه على قطاع اشباه المواصلات، بكل تاكيد قطاع يعتبر نافذ في الفتره الاخيره، نافذ اقتصاديا. الذكاء الاصطناعي احد القطاعات التي كانت فيها هوس في الفتره الاخيره، تحرك اقتصادي، دفع عجله النمو الاقتصادي، فخاصه جو بايدن اداره بايدن اتجهت الى زياده التعرفه الجمركيه في الفتره الماضيه على ما اعتقد عبد الرحمن لمحاوله ضرب الشركات الناشئه الصينيه في الوضع السيء للاقتصاد الصيني في الفتره الاخيره. عندما ننظر الى الاقتصاد الصيني عبد الرحمن، ارقام التضخم هي ارقام ضمن دائره الانكماش، ارقام سلبيه لحتى الان، ارقام المؤشر المنتجين هو ارقام سلبيه في الفتره الاخيره. قطاع العقارات الذي يشكل ما يقارب 30% من الناتج المحلي الاجمالي الصيني لحتى الان يشكل مخاطر كبيره في الاقتصاد الصيني، فعلى ما اعتقد هي فرصه جميله جدا او فرصه مواكبه بالنسبه للاقتصاد الامريكي لفرض عقوبات لمحاوله ايقاف ما يسمونه التكنولوجيا في الفتره الاخيره بالنسبه للي التي تتجه عليها القطاعات في الصين، فضرب الشركات الناشئه هي احد الاسباب او احد الاساليب التي يتبعها الولايات المتحده الامريكيه في الفتره الاخيره لمحاوله اضعاف بالتاكيد الاقتصاد الصيني. الصين كانت قد صرحت بأن القيود الأمريكية على شركاتها تهدد سلاسل الإمداد العالمية. الحل لتجنب العالم أزمة الإمداد ما هو برأيك؟ نعم عبد الرحمن، إيجاد بديل لسلاسل التوريد بالتأكيد ويجب أن يكون حل محاولة إيجاد حل عالمي. على ما أعتقد هو هذا الحل قد يكون صعب المنال في الفترة القادمة عبد الرحمن، عندما ننظر إلى سلاسل التوريد واختناقها في فترة الوباء في فترة كورونا كان بكل تأكيد إجلاح العالم أجمع وهو سلاسل التوريد واختناقها.
عندما ننظر إلى الوضع الحالي، الوضع الاقتصادي السيء في اقتصادات العالم أجمع، الاقتصاد العالمي هو سبب أساسي للمخاوف بالنسبة لسلاسل التوريد واختناقها في الفترة القادمة. أيضا كما ذكرت عبد الرحمن قبل قليل، فرض العقوبات الأمريكية على الصين قد تزيد من تلك الاختناق أو يزيد من اختناق سلاسل التوريد. فالبحث عن بديل للتوريد هو واجب للفترة القادمة بالنسبة للاقتصادات العالمية، وعلى ما أعتقد قد يكون حل بعض الشيء الصعيب صعب المنال في الفترة القادمة. عبد الرحمن، طيب، ما هي واجبات المنظمات الدولية إزاء ذلك؟ البحث عن بديل عبد الرحمن بكل تأكيد، عندما تجد بديل كقارة أفريقيا على سبيل المثال، قد تكون قارة أفريقيا هي قارة خصبة لإيجاد بديل بالنسبة لسلاسل التوريد بعيد كل البعد عنها، قارة أوروبا بعيد كل البعد عن القارة الأمريكية. قارة أفريقيا تعتبر قد تكون أرض خصبة بالنسبة لسلاسل التوريد في الفترة القادمة. على سبيل المثال عبد الرحمن، عندما ننظر إلى دولة كدولة أفريقية كالكونغو، هي كانت دولة كبيرة جدا أو من أكبر الدول الموردة للنحاس في الفترة الماضية. فبكل تأكيد عندما ننظر إلى إمكانية إيجاد سلاسل التوريد في بديل قد يكون أقل ثمنا بالنسبة للقارة الأفريقية بالنسبة أو قارة أوروبا عفوا أو الصين، فبكل تأكيد وجود حل بديل هو قد يكون القارة الأفريقية في الفترة القادمة. طيب، اقتصاديون يرون أن اضطراب سلاسل التوريد يمنح أفريقيا فرصة ذهبية للانتعاش، ما رأيك أنت؟ نعم عبد الرحمن، الحل الأمثل الإيجاد الأقل ثمنا في وضع اقتصادي سيء. عندما ننظر إلى القارة الأفريقية فهي قارة قد تكون خصبة بعض الشيء لإيجاد سلاسل التوريد. نعم، سلاسل التوريد يجب أن يكون هناك الخام، الصناعة، التوريد. فهي ثلاثة أمور على ما أعتقد متواجدة في القارة الأفريقية في الفترة الماضية. فلما لا أن تكون القارة الأفريقية بديل، قد يكون بديل مؤقت بعض الشيء لكنه بديل قد يكون جيد في الفترة القادمة. عندما ننظر إلى المبادرات الصينية عبد الرحمن، مبادرة حزام واحد طريق واحد في الفترة الماضية، كان هو إيجاد بعض الاقتصادات النامية التي يمكن بناء عليها اقتصادات أكبر. فعلى سبيل المثال، الصين كانت قد وجدت بعض النوافذ المالية في تلك الاقتصادات لمحاولة التهارب والهروب من الاقتصادات الكبرى. فعلى ما أعتقد القارة الأفريقية قد تكون بديل، لما لا أن يكون بديل مؤقت لكنه بديل جيد في الفترة الحالية. إلى أزمات الديون التي تعصف بالعالم ككل، لا تقتصر على الأسواق الناشئة. الاتحاد الأوروبي كيف يتعامل مع أزمة الديون؟ نعم عبد الرحمن، على ما اعتقد تتفق معي بان ازمه الديون هي ازمه اجتاحت الاقتصادات العالميه بشكل كبير. عندما ننظر الى التاريخ، عام 2009 كان احد الاعوام التي تضرب الازمات الاقتصاديه والازمات الماليه وازمه الديون تحديدا في القاره العجوز، القاره الاوروبيه. اليونان بدايه، ثم قبرص، اسبانيا، البرتغال، ايطاليا. فبكل تاكيد عندما ننظر الى مجموع الدول في الاقتصاد الاوروبي، مجموع دول ذو كثافة كبيرة اقتصاديا، ذو كثافة كبيرة من النمو الاقتصادي. فعندما ننظر إلى الأزمات التي حصلت، أزمات كبيرة جدا. التهارب والهروب من تلك الديون قد يكون صعب بعض الشيء في أرض خصبة بالنسبة للديون، ليس فقط القارة الأوروبية بل القارات أجمع طبعا عبد الرحمن، لكن عندما ننظر إلى القارة الأوروبية، السندات كانت أحد الأسباب أو الأساليب التي قد استطاع الاتحاد الأوروبي الهروب والتهارب. الخطأ الأكبر كان الاعتماد على البنك المركزي الأوروبي وحده في إيفاء الديون ومساعدة تلك الدول التي قد انهارت في الفترة الماضية، لكن السندات الأوروبية كانت سندات قوية جدا، تعتبر سندات آمنة مصنفة ائتمانيا تريبل اي او اي 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 بالنسبة للتصنيف الائتماني، لذلك هي أعلى مرتبة بالنسبة للتصنيف الائتماني لتلك السندات. فالسندات كانت أحد الأساليب التي استطاعت أوروبا أو استطاع الاتحاد الأوروبي التهارب من تلك الديون. سندات قوية يعني أن هناك مقرضين أكثر، يعني أن هناك إمكانية أكثر للتعافي الاقتصادي ومحاولة الوقوف والاعتماد على القارة نفسها أو الاعتماد على الدولة نفسها. فبالتالي السندات كانت أحد الأسباب القوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي عبد الرحمن. طيب، إذا أردنا أن نتحدث عن العملات، كيف ترى أو تقرأ سوق العملات؟ نعم عبد الرحمن، أسواق العملات على سبيل المثال الأسبوع الحالي لدينا عدد كبير من المؤشرات المحركة اقتصاديا بالنسبة للعملات. على سبيل المثال يوم الجمعة، الوظائف الأمريكية قد تكون أحد المحركات الأكبر بالنسبة
تحركات العملات وخاصة الدولار الأمريكي. عندما ننظر إلى أرقام الوظائف الأمريكية، 3 أرقام تعتبر مهمة جدا. الوظائف في القطاع غير الزراعي متوقع أن تكون هناك أقل من 200 ألف وظيفة بالنسبة للاقتصاد أو للوظائف غير الزراعية. رقم الأجور متوقع أن يسجل ارتفاعات عند 4.4%. الجدير بالذكر هنا، الأجور يعتبر رقم مهم جدا لمعرفة الضغوط التضخمية. في حال ارتفاعه بشكل أكبر عبد الرحمن، هي ارتفاع أكثر للضغوط التضخمية، بالتالي احتمالية رفع أسعار الفائدة يعود ويطفو في الأسواق. الرقم الثالث والمهم جدا متابعته هو معدل البطالة، متوقع أن يستقر عند 3.5%. عبد الرحمن، هي مستويات تعتبر ممتازة جدا. في حالة الارتفاع هو خبر سلبي في حالة الارتفاع، لكنه يعتبر جيد بالنسبة للأسواق. سلبي ارتفاع البطالة، لكنه جيد لأن الفدرالي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة في شهر 9. فبالتالي عبد الرحمن، الأرقام الاقتصادية الحالية في الأسبوع الحالي هي أرقام قد تدفع الأسواق لتداولات اللحظة، تداولات صدور الخبر نفسه، لما يؤثر على احتمالية رفع أسعار الفائدة. احتمالية رفع أسعار الفائدة حاليا في شهر 9 10%. عبد الرحمن، أي قراءة اقتصادية تعطي إمكانية رفع أسعار الفائدة يدفع احتمالية رفع أسعار الفائدة، فبالتالي يكون الدولار الأمريكي هو الأقوى والمسيطر والمهيمن في تحركات الأسواق المالية. فبالتالي على ما أعتقد قد يكون هناك إمكانية لارتفاعات الدولار الأمريكي في الفترة القادمة بشكل أكبر، خاصة مع إمكانية رفع أسعار الفائدة من ناحية. من ناحية أخرى، إمكانية تصحيح السلبي بالنسبة للمؤشرات الأمريكية قد يكون وارد في حال رفع أسعار الفائدة، في حال استشعار الأسواق إمكانية رفع الأسعار الفائدة من جهة، ومن جهة توقعها أن يتجه الفدرالي الأمريكي لإمكانية البقاء على أسعار الفائدة لفترة زمنية أطول مما تتوقع. فبالتالي الدولار الأمريكي قد يكون إيجابي، التداولات بالنسبة للمؤشرات الأمريكية قد يكون هناك بعض التصحيح الهبوطي. الذهب مستويات 1950 قد تكون مستويات مهمة جدا، مستويات مقاومة جدا لإمكانية الاستشراف على التصحيح الهبوطي في الفترة القادمة. عبد الرحمن، طيب، يعني بريكس برأيك هل سيكون هذا الند الحقيقي للولايات المتحدة والدول الغربية اقتصاديا في العالم؟ نعم عبد الرحمن، عندما ننظر إلى تكتل بريكس في الفترة الماضية، وليس تكتل وليد اللحظة، نعم بكل تأكيد هو تكتل قوي ديموغرافيا، قوي بما يخص النمو الاقتصادي، اللي حتى الآن تعتبر الدول أو تجمع الدول تجمع قوي جدا. لكن عبد الرحمن، الولايات المتحدة الأمريكية عندما سيطرت أو سيطر الدولار الأمريكي وسيطرت الولايات المتحدة الأمريكية على عرش الاقتصاد بعد عام 1944، كان هناك حاجة للوقف من عام 1944 إلى عام 1960، 16 عام من العمل الاقتصادي الكثيف جدا للاقتصاد الأمريكي. على ما أعتقد قد يكون هناك حاجة لإمكانية التكتل أو تنظيمات بالنسبة للتكتل بشكل أكبر في الفترة القادمة. حتى بما يخص العملة الموحدة، عندما ننظر لها عبد الرحمن، قد يكون صعب بعض الشيء. اقتصادين أقوياء في تكتل واحد، الهند، الصين، والدولتين تحاول الشعوب تحاول البحث عن إمكانية اقتصادية بشكل أكبر أو الهيمنة على العرش الاقتصادي. فعلى ما أعتقد قد يجد ذلك التكتل بعض الصعوبات لمحاولة إيجاد حلول قوية جدا، إيجاد تكتل بشكل قوي. ومن يعرف المستقبل عبد الرحمن في الفترة القادمة، من يتغير أو من يغير المستقبل في الفترة القادمة؟ طيب، يعني أخيرا أريد أن أتحدث عن دخول دول عربية في تجمع بريكس وعدم دخول أخرى. هل سيكون هناك فائدة من الدخول في هذا التجمع؟ وتقييمك لدخول مثلا بعض الدول العربية والخليجية في هذا التجمع الاقتصادي؟ نعم عبد الرحمن، بكل تأكيد التجمع يعتبر جيد جدا. أي دولة اقتصاديا تدخل ضمن التجمع ضمن التكتل قد يعطيها بعض الدعم. عندما ننظر للاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، هو آخر تنظيم بالنسبة للتكتلات الاقتصادية. التكتل الاقتصادي كان يعتبر قوي جدا من ناحية الاقتصادات كألمانيا، كفرنسا، كإسبانيا، لكن بعض الدول كانت صغيرة جدا. فبكل تأكيد عندما يكون هناك تجمع بالنسبة للتكتل، تجمع اقتصادي بشكل أكبر، سواء كانت بين دول عربية، دول آسيوية أخرى، فبكل تأكيد يعطي ذلك اقتصاديا، يعطي بعض النهم الاقتصادي، بعض القوة الاقتصادية.
الاقتصادات العربية هي اقتصادات لحد الآن التي قد تدخل تجمع البريكس، اقتصادات تعتبر قوية جدا، تعتبر اقتصاديا نفطية ممتازة جدا، لكن في البحث عن الاستثمار طويل الأمد بالنسبة لتلك الاقتصادات، فبكل تأكيد ذلك التجمع قد يكون بعض الشيء مفيد اقتصاديا بعد عام 2030. عبد الرحمن، عندما ننظر إلى الوجهة أو التوجه بالنسبة لتلك الدول خارج منظور النفط، فبكل تأكيد ذلك التكتل قد يعطي بعض اللحمة القوية اقتصاديا، بعض القوى الاقتصادية بالنسبة لتلك الدول العربية. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات السيد أحمد عزام من عمان، المحلل الأول في أسواق المال في مجموعة إكويتي عبر الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لك.